كوكو جامبو. توصلنا التسعة وربع على راديو ميد، ما زلنا مواصلين معكم في الويكاند، وكل عادة في الوقت هذايا ديما نحكيه على كفاءاتنا اللي موجودة خارج حدود الوطن. ومعنا بالتليفون عمر بن عبد العزيز من فرنسا. مرحبا عمر، صباح النور. ألو، نعود نرجع لعمر اللي باش نحكيه معاه، اللي هو مهندس موجود في فرنسا، باش حكينا على الخدمة متاعه، باش حكينا على المسيرة متاعه. كل عادة احنا في الوقت هذايا انه نحكيه على الكفاءات اللي موجودة خارج حدود الوطن، سورتو كي نحكيه على كفاءاتنا من المهندسين من أطباء، نعطيهم الوقت انهم يحكيه على تجربتهم، انهم يوصلنا التجربة متاعهم، سورتو كي نحكيه على تجربة موجودة خارج حدود الوطن. وطن يعطيه زيادة حتى مساجات إيجابية أو رسائل إيجابية تكون للشباب التونسي. شوية آخر نعود نتصلوا بعمر من باريس، ونحكيه معه على الخدمة متاعه، ونحكيه على التجربة متاعه في فرنسا. موضوع مهم برشا مش نحكيه عليه، دونك مش تقعدوا تسمعونا، سورتو كي نحكيه على مهندس بالنسبة للسيارات متاع المستقبل. مش نعرفوا السيارات متاع المستقبل هذه، ما معنى سيارات المستقبل، كيفاش الخدمة متاعه، سورتو سيارات تضم باش تكون في الأعوام القادمة وسنوات القادمة هي محور اهتمام العالم. التكنولوجيا متطورة برشا، ونفرحوا برشا كي نلقاو توانسة موجودين خارج حدود الوطن في مراتب كبيرة برشا في الهندسة أو في الطب أو في المجال الرياضي وغيره، زادة من المجالات نلقاو فيهم التونسيين بالخارج. دونك هذه حاجة مهمة برشا إنه نعطيهم الوقت، ونعطيهم الوقت إنهم يحكيونا على التجربة متاعهم. معنا بالتليفون عمر بن عبد العزيز. مرحبا، صباح النور. صباح الخير. بونجور. صباح النور عمر، لاباس؟ الحمد لله. دونك يعيشك. احنا فرحانين برشا على راديو ميد انه نسمع الصوت نتاعك ونسمع الكفاءات التونسيه اللي موجوده خارج حدود الوطن. دونك عمر بن عبد العزيز مسؤول بشركه لصنع سيارات المستقبل. قبل ما نحكيوا على سيارات المستقبل والخدمه نتاعك، خلينا نتعرفوا عليك عمر ونتعرفوا على الباركور نتاعك. اسمي عمر بن عبد العزيز، قريت في تونس، عملت قريتي كل في تونس حتى اللي خديت دبلوم دجنيور من ليكول ناسيونال دجنيور دارسوسا. تعديت بليسات ساعة قبل ما ندخل ليكول دجنيور، خاطر ما كانش عندي مويان يدزني ليكول دجنيور. دونك بديت كوم نابورت كال ايتيديون عنده مويان يلغي من الباك ويلوج على خدمة باش تظن له مستقبله. تعديت بليسات، ليسات دارسوسا اللي هي ما تستحقش مويان كبير برشا، مي وقت دخلت ليسات عملت حاجة نحبها اللي هي ميكاترونيك اوتوموبيل. من قبل اللي نحب الاوتوموبيل دونك عملت ميكاترونيك اوتوموبيل. ميكاترونيك اوتوموبيل نجمت عملت لي ريزيتا باهين، خلوني نتعدى سير دوسيي ليكول دجنيور تاع سوسا. وبعديك شي خدمت ميكاترونيك في سوسا 3 سنين، عملت باركور باهي زاد في سوسا. ليكول تاع سوسا خلاتني عطاتني برشا دو كونيسونس وكاباسيتي باش نجم نخرج برا ونعمل ان ماستر 2. كملت ماستر دو سيوس في الفورسيا في شركه اسمها فورسيا اللي هي نيميرو 1 في العالم الكل اون تيرم دو انتيريور اوتوموبيل او سياج اوتوموبيل او اشابمون. دونك فورسيا 20 مليار دورو دي شيت افير و 100 000 بيرسون دون لو موند انتيير. حتى في تونس عندنا دوز فروع تاع فورسيا في تونس. باهي واضح. دونك قريت في تونس، ومن بعدك جاتك الفرصه منك تخدم في 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 فرنسا. قداش عندك انت توا في خارج حدود الوطن؟ عندي تقريبا 7 سنين. سبع سنين، كيف معناتها كيفاش بديت الخدمه، سورتو كي نحكيو على سيارات المستقبل؟ وريت حتى معناتها سور جوجل وسور يوتيوب معناتها انك تفسر، عندك دي فيديو تفسر فيهم السيارات هذوما الكراهب هذوما نتاع المستقبل. عن ثم حتى ديزارتيكل قريتهم عليك اللي انت خذيت التروفي نتاع الديزاين ديجا. اي سيتي لانجينيور دو لاني دو ديزاين عام 2016 تقريبا. دونك افات كما الناس الكل تعرف الكهرباء توا قاعده تبدل من الفواتير الكونفونسيونيل اللي عارفين الكل للكهرباء في المستقبل، الكهرباء الاوتونوم، الكهرباء الذكيه اللي تسوق وحدها، اللي تفوت بينها على اللي تسوق فيها، تفوت بينها العباد اللي في وسطها، وتلوج على الكونفور بتاعهم، وتلوج على باش تحسن لهم الاكسبيرونس بتاعهم في الكهرباء.
دونك اني نخدم على هذاك نخدم كيفاش الكهرباء تولي تسوق وحدها وكيفاش العبد يبدا كيف الكهرباء تسوق وحدها يكون مرتاح ويكون مطمئن واللي يخافش من الكهرباء تسوق وحدها ويكون كونكتي والكهرباء تحاول تلبي له حاجاته الكل من غير لا هو يطلب منها هي وحدها تفهم دونك السائق ما يعمل حتى شيء السائق ما يعمل حتى شيء يدخل ويقول يبدا مبرمج بالتليفون بتاعه وين يحب يمشي من بوزيسيون من ادريس ا لادريس بي والكهرباء تهزو اوتوماتيكمون لادريس اللي حب عليها واضح قداش فيهم بلاصه الكهرباء؟ دو بلاس ولا كات بلاس؟ نخدم على كرهب كات بلاس وفما زاد برشا فما كونسيبت دي موبيليتي قاعد يتبدل الكرهب ما عادش باش يوليو كرهب كيما نتاع اليوم خمسه بلايص باش يوليو الميكرو بوس يهزوا 10-12 نحات ويديك الميكرو بوس هذوما سي جون الميكرو بوس اوتونوم وانت سيفون لا ديريكسيون اللي ماشي فيها الكرهب باش تجي تهزك وسي جون تو دي ميكرو بوس الكتريك يجيو يهزوك من بلاصة A لبلاصة B ما غير لا يتيكس كرهبتك ما غير لا حد يسوق ما فماش حتى دونجي لوبجيكتيف تاعنا على نوصلو ما فما حتى اكسيدون زيرو اكسيدون في السلوكات تاعنا بلوس في الكرهب واللي يسوق وحدهم والاغور هي ماتنون سكين اغور ايمان اللي قالت فيه معناتها بهذايا نجمو نحسنو سيكيوريتي نحسنو الموبيليتي ما عادش فما امبوتياج والشوفور يولي يعمل حاجه اخرى وقتها هو والكهرباء تسوق معناتها ينجم يخدم ينجم يتكلم ينجم يعمل فاليفور دونك الدراسات هذه او انك باش تصنع وتوصل للكهرباء هذه دونك تقعد سنوات ها اي سنوات وبرشا فلوس دونك العالم الكل الاوتوموبيل الكل العالم السيارات الكل قاعد يخدم على هذا دونك depuis maintenant 3 ans انا تقريبا 3 سنين العالم الكل قاعد يسد في منعرج كبير برشا من كهرباء مانيوال سياقه عاديه حتى الكهرباء سياقه اوتونوم جربت الكهرباء جربت فما باش كرهب تو سير تيران يجربوا فيهم احنا ديجا عندنا كلك فواتير اوتونوم نجربوا فيهم نحطوا لهم دي كونسيبت تاعنا ونجربوا بيان سور مام سير روت نورمال سي سون دي سير دو بيست سبيسيال اللي حكيت بيه ومن بعد اون فوا اون اي سور نخرجوهم تيتاتي لي روت نورمال باسكو باش العباد تنجم تجرب وباش العباد تشوف شنو فما وباش العباد تتمام تعطي الثقه للكهرباء هذه واضح تخدم بال معناتها سمعنا حتى فما كرهب في المستقبل تكون يخدموا بالباتري معناتها بالشارج هذه باش تخدم معناتها مازوت ليسونس ولا كرهب المازوت ليسونس باش يمشي باش يتنحى ما عادش فاسون الكهرباء المازوت توا بعدين يتنحى ما عادش ما حتى كونستركتور توا ما كل كونستركتور مش حتى ماركه تاع كرهب قعدت تخدم على الموتور مازوت الموتور مازوت اللي مو ديجا دونك لا سي سي اون اون تران دو فوار كي لو نيفو دو الكراو تاع المازوت قاعد يطيحوا على الاخر الكار ليسونس قاعدين يحافظوا على المسافه تاعهم لكن زاد بيجي وقت وبيتنحاو اني نقول ابارتير دو 2030 على ما عادش فما كرهب او بيان نقولوا فما 30% من الكرهب الموجود في العالم الكل ايسونس ما فماش كرهب مازوت ولا الكل الكتريك هذا كيما في فما تجارب في بلدان اخرى بالنسبه للكرهب هذوما نتاع المستقبل من عشان سمعت في المانيا في اليابان دونك بداوا التجارب معناتها تمشي في الكياس احنا نقول لك الفخشيات اللي في تونس هكا ما تعملش في فرنسا هكا في احنا عنا في اليابان عنا في امريكا عنا في مختو في العالم الكل ونتابع ونخدموا على الحكايه هذه في العالم الكل معناتها عندنا الكهرباء في العالم الكل فماش هذا كهرباء تخدم في العالم الكل تخدم اوتونوم 100% انا حاب نسالك على تجربتك عمر معناتها كيما اول ما بديت في فرنسا في الـ في الـ في الموضوع هذايا شنو اللي تبدل شنو الحاجات اللي تزادت في حياتك من ناحيه زاد القرايه من ناحيه البحوث اسكو معناتها تغيرت نظرتك للموضوع هذايا قاعد تبحث قاعد تعمل في لي ريشيرش ما نعرفش الخدمه نتاعكم تكون ايكيب كامله ونسالك زاد على الفم التوانسة موجودين معاك ونعرفوا برشا شباب تونس مهندسين موجودين بارتو في العالم. كي خرجت من فرنسا وجيت كي جيت خرجت من تونس وجيت لفرنسا الحقيقه النيفو تاعي اللي جيت فيه كوم انجينيور تونيزيان سيتي لارجومون سيفيزون باش نقرا في فرنسا وباش ننجح فاشيلمون القرايه اللي قريتها في فرنسا نقرا روحي قريتها رجع في تونس وعودتها برشا مرات معناتها ما زودتني شيء دونك جيت اللي قريتها في فرنسا باش ناخذ ديبلوم فرنساوي نجم نخدمها. نخدم دونك لو كومبيتونس تاع فيهم الكل وكلهم بفضل قرايتي اللي قريتها في تونس معناتها فرنسا ما عملتش حتى شيء
للنيفو لاني والله حاجه تفرح معناتها الكلام هذايا معناتها اللي نقراوه في تونس هو بيدو معناتها ما يبعدش برشا خاطر برشا عباد يقول لك لا تنجم تقرا حاجه اخرى لا نعرفوا اللي لا حتى في المنظومه التونسيه في الـ في الـ في, الـ في المعاهد العليا فما ديزانجوري معناتها يقراوا القرايه دو باز معناتها اللي موجوده في العالم الكل بيان سيغ سا جو لو كونفيرم انا ناكد وزاد مش ناكد من طريقي عن طريقي اني كاو خاطر اني يس معناتها كونكتي معناتها مربوط بتونس نرجع لتونس برشا مرات نخدم مع ليكول دانجينيور دو تعسوس اون كوبيراسيون عندنا كونترا دو كوبيراسيون بين فورسيا وسوس عملتو اني ونخدم معاهم برشا ونهز معايا برشا نجيب برشا دي ساجير معايا من سوسة لفرنسا وتوا يخدموا معايا 5 بيرسون في ليكيب وهما 5 بيرسون جايين من ليكول تاع ناسيونال دي سوسة تاع سوسة وحاب نقول لك لو 5 بيرسون اللي جاو معايا والعباد اللي نجيبهم معايا سي سون عباد كي يجيو يماركيو العباد معناتها فريمون يخليو اثر بتاعهم العباد كي تشوفهم كيفاش يخدموا تشوفهم كيفاش يعملوا معناتها تقول فرونشمون تونس فيها برشا معناتها كفاءات السفين نحبوا ان السفين كان احنا عندنا فولونتي باش نخدموا رانا نخدموا وما يجيبنا حتى حد انا متاكد اللي كيف بتاعها يمكن مش حتى مش كيفه في العالم الكل حد نخدم معهم الكل ونعرف شنو لو روندمون اللي يعطيوه دي ستوديون توينسا وشنو لو روندمون اللي يعطيوه دي ستوديون الاخرين وكيفاش يكملوا يخدموا بعد تالي زاد واضح معناتها بروشينمون نحكيو على كرهب معناتها تكنولوجيا عالية كرهب انها تساعد باش كيما قلت انت اللي يكون فما نسبة 0% من الحوادث دونك تساعد برشا السائق انه ما غير ما يسوق كرهبته كل شيء وحده جوست يعطي وين ماشي وهي تمشي وحدها دونك هذه التكنولوجيا الجديدة. نحب نختم معاك عمر ميساج للشباب اللي يسمع فينا المساج السبب اللي يسمع فينا نحب نقول لهم نحب تكون ديماكم أمل حتى كان في تونس حتى من تونس نجمو نخدم نجمو نعملوا برشا حاجات نعطي اكزومبل تاع برشا دول في العالم يخدموا يعملوا ستارت اب يعملوا يشوفوا يلوجوا أفكار اللي هما ينجم يعاونوا مثلا الكهرباء ناخذ دومان تاع الكهرباء أفكار ينجم يعاونوا الكهرباء الأوتونوم دي كاميرا دي كيفاش العبد نقولوا سلامته في الكهرباء كيفاش نجم العبد يعدي وقته في الكهرباء يلوجوا أفكار كما هكا ويعملوا دي بتي بروجي دي بتي ستارت اب يبداوا ثلاث عباد أربع عباد ومن بعد يلوجوا دي مارشي في برا ما حتى في تونس ما فيهاش دي مارشي يلوجوا بيه برا تجي مش بعيدة برشا تونس على فرنسا أن بيي وساعتين تكون هوني وتجي توري الفكرة بتاعك وكان الفكرة بتاعك عجبت الكونسلتور بيان سور تي تخي فينونسي وينجموا يشيو البوات بتاعك وتكبر في فيها دونك أني لازم فما طموح لازم فما طموح كبير لازم فما طموح مش نقولوا كبير برشا طموح لازم تحب اللي تعمل فيه ولازم تمن بالفكره اللي عندك وتبدا عندك ميساج فور باش توصلها ما عندكش ميساج فور لازم نجم عندك فكره باهيه وما تنجمش توصلها دونك لازم تكون دورها ماركتينغ ان بو ماركتينغ داير الفكره باش تنجم توصل. واضح يا سيدي واضح شكرا ليك بارك الله فيك عمر بن عبد العزيز كنت معنا بالتليفون بالتوفيق والنجاح سلمنا على الكيب التونسية اللي موجودة معاك وحاجة تفرح برشا ان الناس كفاءتنا التونسية في اعلى المرات وبيخدموا في خدمة كبيرة ومنورينا خارج حدود الوطن شكرا ليك بارك الله فيك عمر عبد العزيز نهارك زين بارك الله فيك بارك الله فيك ميرسي حتى احنا سلموا عليك برشا ميرسي يا عمر عايشك احنا ما زلنا مواصلين معاكم في الويكاند كنتوا تسمعوا في عمر حاجة تفرح برشا انه نلقاو لي زانجينيور توانسة يخدموا في حاجة قوية برشا معناتها ممكن نحكيو على كرها بالمستقبل كي نحكيو على التكنولوجيا المتطورة اللي باش تخرج في السنوات القادمة كما قال عمر معناتها 2030 دونك باش تكون سنة التميز بالنسبة لكرها بالمستقبل هذوما وكما راو معناتها كفاءات تونسية موجودة خارج حدودنا خارج حدود الوطن قاعدة تنور فينا كان نقولهم البرافو فيليسيتاسيون الخدمة اللي قاعدين تخدموا فيها ما زلنا مواصلين معكم في الويكاند شوية اخر باش نحكيو سبور باش نحكيو رياضة في الويكاند وراجعين معكم في الويكاند ما تبعدوش.